السلام عليكم، ازيكم؟ سنة أولى، عامل ايه؟ يلا نشوف النهاردة كده، هناخد حرف جديد النهاردة. هنعرف من خلال الصور اللي معانا احنا هناخد حرف ايه. يلا، ده صورة ايه؟ يلا كلنا نشوفها، نبص عليها كده. ده صورة ايه؟ شاطرين، برافو عليكم. ايه صورة ايه؟ غزالة. غزالة، برافو عليكم. طب تعالوا كده تاني كده نشوف صورة ايه. الله، صحونا دول بيعملوا ايه؟ ايوه شاطرين، بياكلوا. طب بياكلوا الاكل اسمه ايه؟ غذاء. اسمه ايه؟ غذاء. اسمه ايه؟ غذاء. طيب يلا شاطرين كده مع بعض نشوف ده ايه. ايه ده؟ الله، إيه؟ برافو عليكم. ده ايه؟ غصن. اسمه ايه؟ غصن. اسمه ايه؟ غصن. شاطرين. طيب من خلال الكلمات اللي احنا ايه خدناها دلوقتي، اللي هي ايه؟ غزالة وغذاء وكايه كمان؟ غصن. بدأ حرف ايه او بيبدأ بحرف ايه؟ برافو عليكم شاطرين. ده حرف ايه؟ الغين. الله، بص الحرف بيعمل لكم باي، كلنا نعمل الغين باي. شاطرين، ايوه برافو عليكم. ده الغين، ده شكل حرف ايه اللي احنا خدناه قبل كده؟ ايوه برافو. حرف ايه؟ حرف العين. حرف ايه؟ حرف العين. بس ايه الفرق بينه وبين حرف العين؟ ان حرف الغين عليه ايه؟ على راسه نقطة. برافو عليكم، برافو عليكم. طيب اول حاجة هناخدها مع حرفنا الجميل النهاردة، عايزين نعرف ايه اشكال حرف الغين. احنا قلنا حرف الغين ده ايه؟ ما بيجيش على طول كده، لازم أن يجي ايه؟ ليه شكل في اول الكلمة، وليه شكل في وسط الكلمة، وليه شكل كمان فين؟ في اخر الكلمة. طب تعالى كده نشوف ايه اشكال حرف الغين. طيب اشكال حرف الغين في اول الكلمة يبقى شكله ايه؟ مادة ايد ايه؟ ايد واحدة بس. مادة ايه؟ مادة ايد واحدة بس. زي كلمة ايه اللي احنا خدناها؟ زي كلمة ايه؟ شاطرين، غزالة. بصوا الغين مادة ايد ايه؟ ايد واحدة بس. وزي ايه كمان؟ زي غذاء. زي كلمة ايه؟ غذاء. وزي كلمة ايه؟ غصن. هنيجي نبص للكلمات اللي عندنا دلوقتي هنعرف كده كلمة ايه؟ غزالة مادة ايديه وايد واحدة بس للايه؟ للي بعديها، وغصن وغذاء. طيب نيجي بعد كده نشوف ايه في وسط الكلمة، بيبقى ايه؟ بتيجي في الوسط، بتبقى مادة ده ايه؟ الاتنين. احنا قلنا الحروف اللي بتيجي في وسط الكلمة بتبقى مادة ده ايه؟ ايد الاتنين، ايد للحرف اللي قبلها وايد لحرف مين؟ للي بعديها، لانها من الحروف الطيبة مش الحروف الرفاصة. واحنا قلنا الحروف الرفاصة اللي ما بتحبش تمسك مين؟ اللي قبليها. ما بتحبش تمسك مين؟ اللي قبليها. زي ايه اللي خدناه لغاية دلوقتي؟ خدنا حرف الالف وحرف ايه كمان؟ شاطرين، برافو عليكم. الدال والذال. وحرف ايه كمان؟ الراء والزاي. برافو عليكم. طيب وسط الكلمه، وسط الكلمه زي حرف، زي كلمه ايه؟ زي كلمه يغسل. ماده ايه ده؟ ايد لمين؟ للحرف الياء. وماده ايد لمين؟ لحرف السين. طيب تعال نشوف مع بعض كده ايه في اخر الكلمه. في اخر الكلمه بتيجي شكلها عامل ازاي؟ ممكن تكون ماسكه اللي بعديها ويبقى لها البطن بتاعتها، يبقى لها ايه؟ البطن بتاعتها. وممكن يكون ايه؟ واقفه لوحديها خلاص لو قبلها ايه؟ حرف رفاص. احنا قلنا لو قبلها حرف رفاص، الحرف الرفاص ما بيحبش يمسك ايه؟ اللي بعديه، ما بيحبش يمسك ايه؟ اللي بعديه. زي كلمه ايه؟ بليغ. بليغ، بصي بليغ جايه قبليها حرف الياء وهي جايه في اخر الكلمه، فجت ايه؟ مكتوب الغين ومكتوب ايه كمان؟ البطن بتاعتها. وكلمة ايه كمان؟ دماغ. وكلمة ايه دي كمان؟ دماغ. ايه هو الدماغ يا حبايبي؟ الدماغ اللي هو فين؟ في رأسنا، في الرأس بتاعتنا اللي احنا بنقدر نفكر ايه؟ نفكر بيه. شاطرين، برافو عليكم. يبقى احنا قلنا اشكال حرف الغين في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة. طيب تيجي نعمل بعد العض كده نشوف حرف الغين فين. احنا لو لقينا حرف الغين في الاول هنرفع ايه؟ صابع واحد بس. طيب لو لقيناه في المنتصف هنرفع ايه؟ نرفع اتنين. طب لو لقيناه في الاخر هنعمل ايه؟ هنرفع التلاته. طيب تعال نشوف اول كلمه معانا ايه؟ حرف كلمه ايه؟ يلا نقرا مع بعض، غزال. طيب غزال ده الحرف فين؟ في الاول. برافو عليكم. نرفع كام صوبة؟ واحد. طب في النص نرفع ايه؟ زي كلمه ايه؟ يغسل. نرفع قدين؟ في المنتصف يعني نرفع واحد اتنين. طيب في الاخر زي كلمه ايه؟ دماغ. نرفع ايه؟ الاول والثاني والثالث.
برافو عليك. طيب هناخد بعد كده يا حبيبي الحركات القصيره. ايه الحركات القصيره يا ميس؟ احنا قلنا الحركات القصيره قبل كده اللي هي حرف ايه؟ الفتحه والكسره والضمه والسكون. ايه هي الحركات القصيره؟ الفتحه والكسره والضمه والسكون. يلا نعمل ايه؟ الفتحه يعني ايه؟ نفتح كده، نرفع صباع واحد بس اللي فوق، يعني زي كلمه ايه؟ غا 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 غزاله غزال. نديها يبقى رفعنا ايه؟ فتحنا فيها ايه؟ بقنا، نفتح فيها بقنا ونقول كلمة ايه؟ نفتح بقنا ونقول ايه؟ غزال غزال. او كلمة ايه كمان؟ غسالة. او كلمة ايه كمان؟ غسالة. طيب لو كسرة بقى نعمل ايه؟ صباعنا كده نخليه ايه؟ نازل لتحت كده، غذاء غذاء غذاء. او ايه؟ او غناء. او ايه؟ او غناء. طيب غين ضمة، غين ضمة نعمل صباعنا ازاي؟ غصن غصن. ده كله بالصباع واحد بس، غصن غصن. او ايه؟ او غراب. او ايه؟ او غراب. طب لو جه السكون، احنا قلنا حرف الساكن ايه؟ ده حرف خواف. خواف يعني ما بيعرفش يجي في الاول، لازم ان يجي حد معايا من صحابه، الفتحه او الكسره او الضمه. يبقى الحرف الساكن ايه؟ لازم يجي معاه حد من صحابه، اللي هو الفتحه والكسره وايه؟ والضمه. زي كلمه ايه؟ يغسل. احنا شفنا هنا الغين عليها ايه؟ على سكون، فجه قبلها حرف ايه؟ الياء. يا يا يغسل. بص شو الصوره معانا هنا، بيعمل ايه ده؟ ده بيعمل ايه؟ بيغسل. بيغسل ايه؟ بيغسل رجليه، فده ايه؟ بيغسل. برافو عليك. يبقى احنا عرفنا الحركات القصيره ليه؟ الفتحه والكسره والضمه والسكون. تاني، الفتحه والكسره والضمه والسكون. يبقى دي حركات ايه؟ القصيره. طيب هناخد بعد كده يا حبيبي حركات ايه؟ الحركات الطويله. ايه هي يا ميس الحركات الطويله دي؟ الحركات الطويله اللي هي ايه؟ المد بالالف والمد بالياء والمد بايه؟ بالواو. الحركات الطويله اللي ايه؟ المد بالالف والمد بالياء والمد بايه؟ بالواو. لازم زي هناخد اول حاجه المد بالالف. طيب احنا قلنا الحرف المد بالالف لازم يجي الحرف اللي قبله ايه؟ مفتوح. يبقى المد بالالف بيحب ايه؟ الفتحه. طيب والحرف المد بالواو بيحب الحرف قبله ايه؟ مضموم. برافو عليكم. يبقى المد والواو بيحب ايه؟ الحرف عليه ضمه. طب المد بالياء بيحب الحرف اللي قبله ايه؟ مكسور. برافو عليك. يبقى احنا عندنا مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. طب تعالى ناخد مد بالالف كده ازاي؟ زي غا غا، مش احنا بناخد حرف الغين؟ يبقى غا غا غا. طيب زي كلمه ايه؟ غابه. بص هنا معانا ايه؟ دي صوره ايه دي؟ غابه. دي صوره ايه؟ غابه. يبقى دي غابه غابة. ده مد بإيه؟ بالألف. طب تعال نشوف اللي بعدها كده، مد بالواو. غو غو، يغوص يغوص، يا غوص. يبقى حرف الغين هنا عليه إيه؟ عليه ضمة. ليه؟ لأن بعديه مد بإيه؟ بالواو. برافو عليك. بصوا هنا الأسد بيعمل إيه؟ هنا بيذبح. الأسد هنا بيذبح، لكن لو نزل تحت المية خالص وإحنا ما شفناهوش يبقى ده إيه؟ بيغوص. طيب هنيجي بعد كده ايه؟ غين كسره، غي غي. طيب نيجي نقرا الكلمه مع بعض كده، صغير صغير صغير. يبقى المد بالياء بيحب الحرف اللي قبليه ايه؟ مكسور. برافو عليكم. بصوا الصوره اللي معانا هنا ايه؟ ده طفل صغير، هنقول عليه ايه؟ صغير. هنقول عليه ايه؟ صغير. برافو عليكم. يعني لو جبنا كلمه تانيه اسمها ايه؟ غامض. كلمة غامض دي هنيجي نقول ايه دي فيها مد بايه؟ أول ما يقول لك مد لازم ندور على ايه؟ الألف والواو والياء. برافو عليكم. والحرف اللي قبلها ايه؟ الحرف الممدود. احنا قلنا الحرف الممدود بيجي قبل المد. برافو عليكم. يبقى غامض أو كلمة زي كلمة غابة، يبقى الحرف المد اللي هو ايه؟ ألف. وهو ايه الحرف الممدود اللي بيجي قبليه؟ اللي هو حرف ايه؟ الغين. زي كلمة مثلا صغير، مد بايه؟ بالياء، والحرف الممدود اللي هو ايه؟ الغين. برافو عليكم. طيب هنيجي بعد كده، يبقى احنا خدنا هنا ايه؟ حرف ايه؟ حرف الغين. حرف ايه؟ حرف الغين. وعرفنا الكلمات اللي عليه زي ايه؟ غزال وغذاء وغصن. شكرا يا حبيبي.